السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاع النهارده بإذن الله هنستكمل باقي حلقات اللي هي أسرار في الكمبيوتر ما كنتش تتخيل إن هي موجودة. طبعا كلنا بنستخدم نسخ ويندوز كتير، بس حضرتك بتستخدم النسخ بدون ما تعرف نوع النسخة أو إصدارها، ما عندكش معلومات عنها. طيب أنا بكل بساطة هدي لحضرتك أمر تنفذه تعرف بيه نوع النسخة اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعك. كل اللي حضرتك هتعمله تضغط على مفتاح الويندوز الموجود في لوحة المفاتيح وحرف الار، تمام كده، وتكتب الامر ده ان شاء الله هتبقى لك في قلب صندوق الوصف، تمام كده اهوت، وتضغط على كلمة موافق. هيتروح ظهر لك على طول الشاشة ديت فيها كل مواصفات الويندوز اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعك. زي ما حضرتك شايف كده النسخة اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعي هي 22 H2 طبعا، ومكتوب هنا الاصدار بتاعها، ومكتوب اللي هي ويندوز 10 برو، وفي نفس الوقت نسخة مترخصة باسم مصطفى، يعني النسخة ديت نسخة أصلية، تمام؟ ده السر الأولاني. إن شاء الله هقول لك على السر التاني، تابع معايا الفيديو. طبعا بنرجو إن أنت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان نقدم لك كل جديد، تابعني هتلاقي سر كمان إن شاء الله في الحلقة دي. السر التاني اللي موجود في نفس الحلقة دي برضو إن أنا لو عايز أعرف أي معلومات عن السيستم بتاعي، جهاز الكمبيوتر بتاعي، إيه الإمكانيات بتاع الجهاز، لو أنا اشتريت جهاز كمبيوتر جديد عايز تعرف معلومات عنه، فده اللي إحنا هنعمله بالأمر ده. كل اللي هتعمله برضو هتضغط على مفتاح اللي هو ويندوز مع حرف الآر، هيفتح معاك أمر الرن، تمام. هتروح كاتب الأمر ده إن شاء الله هتروح لك برضو في صندوق الوصف، تمام كده، وتضغط هتظهر لك كل بيانات الجهاز بتاع الكمبيوتر بتاعك. زي ما حضرتك شايف كده هنا ظهر طبعا الاصدار بتاع الويندوز، ويندوز 10 برو، الاصدار بتاعه، الشركه المصنعه، اسم النظام، تمام كده، كل البيانات الخاصه بجهاز الكمبيوتر بتاعتك ظهرت، الرامات، نوع الجهاز، المعالج بتاعك ايه، كل البيانات، تمام كده. ممكن اجيب بيانات تانية لو انا حابب، طبعا هتلاقي في بيانات كتيره، لو انت حابب تستعرض كل البيانات اللي موجوده على جهاز الكمبيوتر بتاعك كلها موجوده، تمام كده. لو انا عايز اجيب فئة الجهاز، برامج التشغيل، اوامر الطباعة، المهم حضرتك طبعا هتستعرض كل البيانات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بالاوامر السريعة ديت. طبعا كده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى، نرجو ان انت تكون استفدت منه وتعلمت شيء جديد. متنساناش طبعا باللايك والشير والاشتراك في القناة، لان ده بيدعمنا وبيخلينا عندنا رغبة في ان احنا نواصل، فارجو ان انت تدعمنا على القناة تحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.